السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. ناعمه الجوق كنظن اغلب الناس كيعرفوها. هاد الاواخر دارت واحد الفيديو اللي دارت فيه مقارنه بين سيدنا وبين الاب ديالو الحسن الثاني الله يرحمه، وهضرات على غلاء الاسعار. فانتي ممكن تهضري على غلاء الاسعار بطريقتك الخاصه وبكل احترام للدوله والمالك ديالنا بطبيعه الحال، فلا مجال للمقارنه بين شخص وشخص. وما تهضريش على الاسره العلويه بصفه عامه، وسيدنا راه خط احمر. وش غادي نقول لكم، الام ديالها يعني في حاله حرجه، يعني كتقول ان الابنه ديالها ما كانتش في الوعي ديالها، الابنه ديالها مريضه. فاش غنقول لكم اخوتي، الله يدير شي تاويل ديال الخير، والانسان هاد الوقت يحضي فمه. فراه الا سيدنا راه خط احمر، كنقولها وكنعاودها، وراه ما كان غير الله الوطن الملك.